الارضيه ديالك داك تروح مع ابوك كان ضل واحد منكم يا ستي مش الاثنين يا ستي قصف في الشقة ساعة واحدة هذول الأربع ساعات هذو وإحنا احنا عايشين إيش إيش صار هاي اللي صار والله مدنيين نازحين جايين لك مرقنا عن المعبر ما فيش حاجة يقولوا لنا رفع أمن ما فيش أمان فيش أمان في الدنيا إلا عند ربنا الأمان في أمان فيش أمان خرجنا عن الحاجز وسلموا جواز هواياهم لليهود وحققوا معهم اربع خمس ساعات وسبوهم وقالوا لهم توجهوا على الجنوب انتم ما عليكوش شيء والهم هانا اربع خمس كم شهر صار لنا خمس شهور خمس شهور يما بيشتغلوا على بسطة وبياكلوا وبيشربوا ما عليهم مش اي شيء اقسم بالله العظيم ما عليهم اي شيء لا لا مقاومه ولا لهم اي علاقه باي تنظيم بكفينا وقلتونا رفح منطقة آمنة اتوجهوا على رفح عشنا عيشة الذل والمهان والتعب وكل يوم بنودع شهداء أطفال وكبار وشباب وصغار